مساء الخير عليكم، حلقة جديدة تجمعنا معاكم وموضوع جديد ولكن بصورة إذن جديدة. ضيفتنا اليوم مؤثرة بالسوشيال ميديا، ولكن مو بالفاشن والموضة، لأن هذا يعتبر شيء مكمل لها وثانوي. أما الأساسي عندها أن هي إنسانة عانت ومرت في ظروف وايد صعبة، قدرت من خلالها أن هي تتخطى العقبات النفسية وأيضا البدنية اللي هي مرت فيها، لين وصلت للنفسية اللي هي ترتاح لها والصورة البدنية اللي هي تحلم فيها. ضيفتي اليوم نوف المعود، حياك الله معنا نوف. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة الحلوة. نوف، كنت بسألك في البداية، أبي أتعرف من نوف المعود حق الناس اللي ما تعرفك. أول شيء معلمة مرحلة ابتدائية باللغة الإنجليزية، مع أن خلفيتي ودراستي كانت لغة فرنسية، بس قلت ليش ما أسوي شيء جديد أو شيء غير. حلو. أم لأربعة أطفال، عندي بنت كبيرة عمرها 8 سنين وتوأم ثلاثي عمرهم 4 سنوات. ما شاء الله. فتجربتي مع التوائم وولادتهم المبكرة كانت جدا صعبة، فكنت بوقت أو مكان ما كان عندي أو ما لقيت أحد أقدر أتكلم معه أو أحد ينقل لي التجربة الصعبة هذه. حلو. فهنيت فكرة أن أنا بنقل تجربتي مع عيالي حق الناس، عشان أقدر كثر ما أقدر أساعدهم، أساعد الكل اللي قاعد يمر بهالتجربة الصعبة هذه اللي مريت فيها. طبعا. نوف، شو اللي خلاك أن أنت تفتحين أكاونت بالإنستغرام أو بالسوشيال ميديا بابليك؟ اول شيء كانت الفكره ان كنت انا ابي اوثق الحمل بالتوائم، توأم ثلاثي. كنت ادري ان هذا الشيء ما راح يتكرر مره ثانيه. كنت ابي اوثق الصور، التطور، ذكريات تكون عندكم. ذكريات بالضبط حقهم هم، يعني ما كان الغرض. بس ولادتي فيهم صارت فجاه، ولدتهم بالاسبوع 26 الشهر السادس. ف لما ولدتهم دخلوا عنايه مركزه وقعدوا 4 5 شهور بالعنايه، فعلا ما لقيت اي احد بالكويت اقدر اتكلم معاه. يعني حتى بالعنايه المركزه نفسها كنت انطر اشوف انه في ام ثانيه اقدر اتكلم معاها، بس انه او احد طلع انه اعطوني امل ان احد توه طالع. فهني لما ما لقيت، وكنت صراحه اقعد ادور بالانترنت واشوف استراليا عقبنا ب5 ساعات، فانطرهم اقعد اتكلم مع ناس باستراليا، بعدين امريكا الصبح يكون اوكي قبلنا، واقعد بس ادور ان انا بس علموني شنو. ما كنت فاهمه شيء نهائيا عن الخدج. فلما طلعوا لي بالسلامة الحمد لله وكل شيء أوكي، هني قررت إن أنا أبي أفيد الناس. لأن هم لما طلعوا كنت أنا حاطة ببالي إن هي مجرد فترة هذه جدا صعبة، بس الحين ردوا البيت خلاص الحياة ترجع طبيعية. ما كنت بتوقع الأشياء اللي راح تصير عقب، الحالة النفسية اللي دشيت فيها عقب. فهني جت الفكرة إن أنا أبي أنقل التجربة هذه صعبة حق الناس وأساعد فيها الناس كثر ما أقدر. إنزين، أبيك تكلميني عن فكرة الولادة المبكرة. تدرين هي هذه المرحلة أولا تكون فيها خطورة كبيرة على حياة الأم وصحتها، وكذلك على حياة الأطفال والخدج، وخاصة أنهم في الشهر السادس، يعني في مرحلة جدا مبكرة، يعني حتى مو بالنورمال المعتاد اللي هو 7 8. أبي أتكلم عن هذه التجربة، شلون كان البروسيس الطبي اللي اتخذتي، خاصة أن بالخدج دائما يكون في لهم رحلة علاجية من فحوصات تختلف تماما عن الأطفال المولودين طبيعي. جدا جدا تختلف تماما، صح، ووايد صعبة. يعني كثر ما أقدر، يعني اللي ما يشوف أو يمر بالتجربة ما أقدر يتخيل الصعوبة. طبعا أنا كنت عارفة من أول ما عرفت أن أنا حامل توأم ثلاثي، قالوا لي كل الدكاترة يقولون لازم نتهيئ نفسيا راح يكون في ولادة مبكرة، يعني فوق 95% أكيد. بس إيش كثر؟ وهذا كان السؤال، إنه إيش كثر نقدر نخلي نطول الحمل كثر ما نقدر. ما أنسى كلمة دكتورتي الله يذكرها بالخير، تقولي كل يوم زيادة يساعد لمصلحتهم كل يوم. طبعا كانت يعني كان أول شيء تقولي إن شاء الله نوصل أسبوع 32 أو 8، أوكي إن شاء الله بس نكمل بعدين، بس نعدي 25 أسبوع. أنا طبعا 26 أسبوع ولدتهم. سؤال، الفترة الزمنية اللي تصيرها هل كان مرتبطة في حالتك الصحية ولا لأنهم ثلاثة؟ وما كان في أي شيء ثاني. وتوقع هذا يمكن صدمني أكثر، يعني أكثر شيء. أنا كنت قبلها بكم يوم عندي مراجعة، والأمور كانت كلها زينة ممتازة تمام. حلو. يعني الحمل كان صعب أول شيء والمعقد بالبداية، بس وزنهم كان تمام، يعني حجمهم، وضعي، تحاليلي، كان كل شيء. ما كان في أي دليل إن راح تكون الحين في ولادة. يعني أنا ولدتهم يوم التحرير وموعد الولادة تاريخ مميز 26/2.
والمفروض ان انا كنت اكمل التاسع بشهر 6. الاشياء اللي كنت انا مو فاهمتها انه اوكي انا فاهم ان هم وايد صغار، طبعا هذا موضوع ثاني، انا شنو الصدمه اللي حاشتني لما شفتهم بعيني، بس كنت انا مفهمه يعني مفهوم كان خاطئ جدا انه هو مجرد مساله وقت انهم يكبرون ويردون البيت. ما كنت فاهمه انه ايش كثر معقد اكثر من كذي الموضوع، مو بس مجرد احنا نكبر ونرد البيت، احنا التطور اللي كان للحين ناقص، الرئه، المخ، الشبكيه، العين، العظام، القلب، يعني سبحان الله كل شيء ما كان شيء مكتمل. فاتوقع هذا اللي صدمني اكثر شيء انه ولدت. ما توقعت انه راح تكون في تبعيات حق الولاده المبكره والتوائم الثلاثه لهالدرجه، ما كنت متوقعه. يعني اول صدمه كانت طبعا اللي حاب اقوله ودائما اقول هالشيء ودائما اتكلم فيه حتى مع زملائي الاجانب بالمدرسه وكذي وزاره الصحه، يعني الصراحه يعطيهم الف 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 عافيه. الشيء اللي شفناه من وزاره الصحه من الخدج غنيمة الغانم كان شيء مو طبيعي. الاهتمام، الرعايه، البروفيشناليزم كان شيء عجيب. بس كنت اول يوم توني كان يعني ما كان صار ساعات توني والدتهم، كنت للحين ما اقدر اقوم اوقف اصلا، واصريت ان انا ابي اشوفهم الحين، ابي اشوف عيالي الحين، خصوصا لما قالوا لي ان عمر ولدي وايد تعبان، وقالوا لي ان ما نتوقع يعني ان هو ممكن لا. يعني حتى باكر الصبح قالوا لي تنطرين باكر تشوفينهم، بس في امل ما راح تلحقين على عمر، يعني كان وايد تعبان، وايد وايد تعبان. فكان اول شيء ان المخ، هذا اول خبر ان قالوا لي الاولاد الاثنين حاشم نزيف بالمخ. فانا ما كنت فاهمه ليش. نرجع نقول النزيف اللي صار لان المخ من كثر ما كان يعني مو متطوره لحق، شو الامور كلها كانت صغيره، فالنزيف هي بس مجرد من حركتهم ولادتهم المبكره. تكون الاورده او شعرات الدمويه جدا رقيقه جدا صغيره. طبعا المعلومه اللي كانت هم صدموني لما قالوا لي بس ترى البنت وضعها احسن من الاولاد. سبحان الله ماكو سبب، ما نقدر نقول لك ليش، بس نشوف هالشيء كل يوم احنا بالخدج، البنات اقوى من الاولاد بهالمرحله هذه. يعني ما كانت اكبرهم، كان عبد الوهاب 900 جرام، هي كانت الثانيه يعني 790. يعني هو مو على الوزن بس هو على تركيبه الجسم. البنات يقول ما نعرف، يعني ما نقدر نقول ليش البنات اقوى. فاول خبر اول شيء قالوا لي اياه ان الاولاد الاثنين حاشم نزيف المخ. والنزيف المخ عندي درجه اولى وثانيه وثالثه ورابعه. الثالثه والرابعه هم اللي يكون عاده يقولون التبعيات بعدين جدا خطيره، لان يصير النزيف او الدم طلع دخل بالمخ كله. فهل هو راح يترك اثر؟ وين الاثر؟ ممكن ياثر يسبب اعاقه سواء تكون ذهنيه او ممكن تكون لها تبعيات بالضبط. جسديه. وهم كان شيء يقولون زين، يقولوا لي اذا ان شاء الله طلعوا من المستشفى وكبروا وتطوروا، هني راح يبين معانا شنو هي الاعاقات او شنو هو مدى. فطبعا اول شيء قالوا لي عمر، قالوا لي صوبين بالمخ نزيف درجه رابعه. يعني انا اذكر هذا قالوا لي يعني أسوأ شيء صوبين من المخ، يعني ماكو امل. عبد الوهاب قالوا لي انه وضعه احسن شويه، انه درجه ثانيه مو رابعه. وفيونا الحمد لله ماكو نزيف. ثاني يوم رحت اشوفهم قالوا لي احنا بس نبي نقولك ان عبد الوهاب تطور النزيف تطور عنده وصار درجه رابعه الحين مو ثانيه. فالصدمه طبعا وانا نوعي انا وايد اقرا، انا وايد ابي اعرف. كنت اقول لهم يقولون لي في اولياء امور ما يبون يعرفون لان يتوترون وايد وخلاص ما يقدرون يتحملون الصدمه. الصدمه بالضبط. قلت لهم انا ابي اعرف كل شيء، فهموني كل شيء. فكل ما كنت اسال ارجع بيت واقرا اشوف انه يقولون الدرجه الرابعه عاده يصير عندهم يعني ما يشوفون ما يسمعون ما يتكلمون، بعدين يقول لي شلل كامل. قلت لهم انا ابي عيالي، انا ابي ولدي، انا راضيه فيه بوضع هذا. لو تقولون لي مشلول اشيله على كرسي انا اقعد، انا اصير طبيبته، انا ما عندي مشكله، ابي ولدي. بس الشيء اللي انا كنت حاتين زين اذا انا كبرت، اذا انا الله اخذ امانتي انا وابوهم، من اللي بيرعاهم؟ من بيرعاهم؟ وكنت احاتي بناتي وخصوصا بنتي الكبيره. فجاه تخيلت ان هي حبيبتي كانت 3 سنين بوقتها، هي هذه راح تكون مسؤوليتها طول حياتها. اي هم يعني تروحين بعيد كبير. تروحين بعيد وكنت اروح زين، هي ما راح تقدر تدرس جامعه، وما حتى لو مثلا شلون تسافر تدرس برا اخوانها برقبتها شو. فصار هني وايد وايد بعيد، يعني رحت بالمحاتات بالخوف. وهذا كانت اول شيء. بعدين فجأة الخبر يا أن وهاب عنده فتحة بقلبه. بعدين فجأة فيونة شبكية العين ما اكتملت، وهي أسوأ شبكية بالثلاثة، فيمكن تفقد فالأم. فجأة في عندها بالمخ شفنا ظل، فهذا ممكن يكون أنه عندها يعني فقدت أشياء. فكل يوم كل يوم كل يوم أسمع خبر خبر خبر. فجأة قالوا لي هشاشة عظام عند عمر ما نقدر نشيله لأنه ممكن ينكسر. كانت كل يوم أسمع خبر، كل يوم شيء. طبعا هذا غير أن أنا أدش الفراش فاضي، وين ولدي؟ دش بالعزل، ليش؟ التهاب، يا التهاب شديد، تسمم بالدم. فجأة هذا صدمني، تسمم بالدم.
ندش يوم الله فجأة يعني ما شلنا الأجهزة بس شلنا التنفس الصناعي وحطينا جهاز الأصغر، إن هذا إنجاز كبير. فجأة ثاني يوم رادين حق التنفس الصناعي، ليش؟ التهاب. فجأة وقفوا عن الأكل، الأمعاء عنده الحين في احتمال ندش عمليات لأن الأمعاء يمكن ماتت. كل يوم كل يوم يعني كل كنت يوم في دوامة من التغييرات الصحية بين أب وداون، وهذا أكيد كان يعني تأثير وايد كبير على نفسيتك. بس من خلال كلامك أنا استشفيت نقطة جدا مهمة، اللي هي ضرورة الوعي وإن الوالدين يطورون نفسهم وثقافتهم، يكون عندهم اطلاع وقراءة، وإن المسألة تكون عندهم أكبر من الحصول على طفل، لأن هذا شيء سهل. أبي رأيك في الناس اللي هي يكون وضعها طبيعي وسليم، ولكن هي من باب إن هي تحب تلعب بالزمن، بمعنى إن في ناس تقول لك جيب عيالك كلهم ورا بعض وارتاحي وبعدين عيشي أنت حياتك، وفي ناس تقول لك لا أنا أبي أجيبهم توائم 2 3 حتى لو 4، أخذ إجراء طبي وأقدر أحصل على توائم. وفعليا الحين مع تقدم الطب والأجهزة صار فعليا ممكن أي إنسان إنه عنده فرصة إنه هو يحصل على توائم، ولكن المشكلة إن هي في تبعيات وايد كبيرة أكبر من صورة جميلة، أكبر من إن هم يلبسون كلهم نفس اللبس. وهذا اللي يعني اللي شفناه من خلال تجربتك مع أطفالك الثلاثة. فشنو تقولي حق الناس اللي عندهم هذا الهاجس؟ أرجوكم لا، يعني هذا اللي صدق أقدر أقول أرجوكم لا. طبعًا أنا أتمنى أنا كان يعني الحمد لله الله يحفظهم ويخليهم لي، بس أنا كان عندي تأخر إنجاب وسوينا أطفال أنابيب عشان حمل بالتوائم. ما كان عندي الوعي وما كنت فاهمة اللي أنا الحين أعرفه خطورة الحمل بالتوائم. فلما صار يعني أنا الحين طبعًا فاهمة إنه كان خطأ طبي جدًا كبير، إن أنا ينصحوني إن أنا أرجع 3 أجنة. كنت بوقتها للحين توني مكملة 30 سنة، فما كان موضوع إن أنا متأخرة بالوقت. كنت أول محاولة، فما كنت إلا مثلاً فاشلة كذا مرة المحاولات، كانت الأجنة سليمة، ما كان في شيء. زين جنين واحد، طفل واحد يولد بالتاسع، صحته زينة، تردين البيت الأم أحسن من هم 3، لأن في ضمير، في مشاعر، في عواطف، في أي تغييرات ممكن تصير على حياتك بشكل كامل فوق تغييرات اللي هي ممكن تطرأ على جسمك. وفي فيديو انت نشرتيه في الانستغرام، كنت قاعده تصورين عيالك الله يحفظهم، وقلتي ان يعني ان الحياه مو ورديه مثل ما انتم تشوفونها، وان التصوير سيمبل وجميل. وبعدين حطيت الباك جراوند وشفت ايش كثر انت عانيتي تحطين ايباد حق هذا والثاني عشان تلفين عشان تحصلين مده زمنيه اقل من دقيقه تصورينها حق الناس، والناس ممكن ثانيه واحده تطق اللايك وتمشي. بالضبط، ما شافوا اللوي اللي انت تعيشينه. بالضبط، ما شافوا الصراخ والبتش اللي كان قاعد يصير اربعتهم طبعاً. ما شافوا الهواش، ما شافوا الاخت الكبيره قاعد تلشع على اختها الصغيره، ما شافوا الاولاد كل واحد قاعد يحبي بمكانه وانا شلون اجيبهم يجمعهم، ما شافوا الحوار اللي دار بيني وبين ابوهم اللي لازم يعني يصور الصورة هذه. خلاص ما أبي أصور، ما صار يعني صورة ممكن تصير هوش، الكل تهاش مع الكل. ركبنا السيارة رجعت أنا بس خلاص برد البيت. بس الشيء إنه وايد ناس يصورون هالصور ويحطونها ويكون الخلفية نفس الشيء، بس الحياة جميلة يكتبون تحت. الحمد لله الحياة جدا جميلة، ولكن مو بهالسهولة مو بهالبساطة نهائيا. تدفعين ثمن اللحظة هذه الحلوة. خلاص أكيد. ما راح أصور، وترى من يومها للحين أنا قلت أنا ما أخذهم تصوير مكان أصور بروفيشنال، أنا بتليفوني أصورهم، اللي يطلع معي يطلع معي، بس خلاص خلصنا. ما خلاص يعني أنت الحين قررت إن أنت تعيشين اللحظة وتحاولين توثقينها بالصور، ولكن ما تسعين إن أنت تروحين أي مستحيل أماكن ثانية. مستحيل، بسم الله عليهم 5 سنين الحين ماكو ولا صورة بالعيد اللي انا عندي الاربعه قاعد اطلعون الكاميرا ولا صوره. عادي مو لازم هم موجودين. هذا الاهم انهم موجودين. بالضبط. في فيديو بعد ثاني انت حطيتيه في الانستغرام كتبتي فيه ان انا اهتميت في اولادي وفي تربيتهم في صحتهم، اكيد الحصول على 3 توائم برعايتهم على تكلفه انت دفعتيها بجسمك في نفسيتك. فكلمني عن هذه النقطه. ما كنت حاسة أو ما كنت فاهمة إن أو كنت مقتنعة الموضوع أو نفسيتي أو اللي قاعد أمر فيه هو مجرد
لانهم مو معي، ولما يردون البيت من المستشفى خلاص راح تصير حياه طبيعيه وجميله وحلوه وماكو شيء. لما رجعوا البيت هني بديت، هني حسيت او ان لا الحين بدت تطلع الاعراض، او الحين بديت اشوف ايش كثر انا محتاجه مساعده، ايش كثر انا اهملت نفسيتي واهملت نفسي. اول شيء كان يصير انه طبعا الدموع كانت ما توقف 24 ساعه. كنت الوسواس والخوف درجة أنا ممنوع أحد يدش عندي البيت، حتى أمي كنت حطت لهم هذا طبعا قبل كورونا، قبل هذا كله حاطة نفس عزل تام. وأي أحد يبي يدش البيت لازم يلبس كمام، يرفع الشعر، ماكو عطر ماكو بخور، أي أحد متعطر ألبسهم الكوت مال المستشفى، ما حد يجيسهم، التعقيم اللي يعقمون قدامي الإيد، يعني كان داشين غرفة عمليات عشان يدشون يشوفون عيالي. طبعا الحين لما أرجع أشوف يعني شنو كنت قاعد أسوي. طبعا اوكي، لا بس صدقيني ترى تستاهل المساله، لان مجامله ومخاطره ممكن تكلفك طفلك. والمناعه هذا اللي كانت الناس مو قادره تفهمها، ان الرئه اخر شيء يتكون عند البيبي، فرئتهم هو ليوم الثلاثه الرئه جدا تعبانه، فكنت انا ما راح اخاطر ان احد يدش منشول مريض مو لابس كمام وانا ندخل العنايه مركز مره ثانيه. بس كنت هني بديت احس باشياء، ان مثلا انا نايمه وعيالي نايمين وامور كلها تمام، اقوم افز من الفراش لان انا سامعه صوت جهاز المستشفى، واقوم اركض اشوفهم من هما. كنت اسمع حتى صوت ان مثلا احد قاعد يركض او بنتي الكبيره قاعده تركض، بس صوت ان ركضتها يخليني قلبي يرجع نفس ركضه المستشفى لما كانوا يركضون حق عمر لما جهاز ماله. فشوي شوي 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 كنت احس ان انا ايش كثر متوتره، انا ايش كثر نفسيتي تعبانه. طبعا بهالفتره هذه زاد وزني وايد، لان كنت ماخذ الموضوع، في ناس تقول لك ان انا لما اكون متوتره او زعلانه او مكتئبه ما اكل واضعف وايد، لا انا العكس تماما، اللي هو الشرح بالأكل عاطفية. بالضبط. وصلت لمرحلة وأنا شيء وايد أتكلم عنه وايد أقوله، إن أكثر شيء ساعدني أهلي وقفتهم معاي. ولما أمي وزوجي مع بعض تكلموا وياه وقالوا لي أنت وضعك مو زين، أنت لازم تروحين تشوفين مختص الحين، إحنا قاعدين نحاتيك عشان عيالك، هذا الوضع ما تقدرين تكملين عليه. فلما رحت أشوف دكتورة وشخصتني على طول اكتئاب حاد واضطراب ما بعد الصدمه. وانا هذا اللي كنت مو متخيله، انا كنت انه لا اوكي اوكي هم ردوا البيت، انا ما عندي سالفه، انا ليش ماكو شيء، خلاص ردوا. هني بديت الرحله العلاجيه، يعني دائما اقولها انا عالجت نفسي اول نفسيا عشان اقدر اعالج بعدين كل شيء عقبها. يعني انا الاهمال اللي صار وزياده الوزن والسمنه المفرطه اللي انا وصلتها سببت اشياء، انا دخلت بمرحله السكر ما قبل مرض السكري بري دايبتيك، الكوليسترول كان جدا مرتفع، كني انا شايفه صحه واحده اغلب وظائف الجسم كلها صار فيها خلل، كلها صار فيها خلل. الحركه ما فيني قوه، ما اتحرك، ما اقدر اشيلهم، اتعب كل شيء بسرعه. طحت وكسرت الساق ساقي وريلي وحدايد وعمليه، وما كانت الساقين ولا واحد ساق واحد بس كسر المكانين وعمليه وحدايد للحين موجودين. بس هم ان هذه كانت من كثر ما انا كنت مو مهتمه بنفسي بصحتي، ف وايد موضوع كبير ومهم ودائما طبعا، لان انت تدرين انت تغذيه 3 أطفال راح يسحبوا من جسمك، يعني انت تركيبه جسمك الداخليه كلها صارت صفر، فانت محتاجه تاهيل من اي تو زي. يعني من خلال كلامك هذا استشف ان انت من بنت لام لثلاث توائم، كان في نقلات نوعيه على كل الاصعده، وكان أيضا لها تبعيات. فأبي يعني تقولي لي تجربتك عن إحساسك أنت كبنت، إن أنت شون من أنا بنت لأنا مضغوطة دشيت في عالم جديد، إن أنت تكوني مسؤولة، إحساس المسؤولية جدا صعب إذا كان يعني، وخاصة إن في ناس من طفل واحد تحشم كآبة، فما بالك بثلاثة. فأبي رأيك بهذا الموضوع. كان جدا كان مسؤولية جدا كبيرة، طبعا معاها شعور إحساس تأنيب ضمير جدا كبير. يعني كانت المسؤولية من ناحية إن مرة ثانية ما ردوا البيت وخلاص، دوامة اللي إحنا كل يوم مستشفى الصدري، مستشفى العيون، مستشفى البحر، مستشفى كل عضو، كل مكان بجسمهم كان عندنا أول سنة بحياتهم كل يوم موعد. تركت شغلي، استقلت، لأن أنا خلاص جابلتهم ما قدرت. طبعا هذا شيء أثر وايد، هم سلبيين على أشياء وايد، زائد تأنيب ضمير. أنا بنتي الكبيرة كنت أنا ما الحين لما أقعد أشوف أقول حبيبتي كانت توها بيبي، كنت شايفتها أنها خلاص هي كبيرة اعتمدت، لا كانت 3 سنين. لما ردوا البيت كانت توها مكمل 4 سنين، أهملتها وايد.
وهي تعبت نفسيتها وايد عن فترة، انها كانت حياتي كلها حقهم هم الثلاثة. تغيير ان انا حياتي الاجتماعية او الخارجية برا البيت انلغت تماما، موضوع زوارة، عشاء، طلعة، مناسبة، ماكو، كل هذا انتهى تماما. وخاصة ان انت اول فرحة في حياتك اعتقدتي في خيالك ان انا ممكن خلاص بس ايبهم راح افرح واستانس فيهم وشكلهم مشوق وانتهى الموضوع. اكتشفت ان هي يعني شيء خذ منك وقت، بس وقت صعب وتجربة وايد صعبة، بس انت ما شاء الله عليك بطلة وقدرتي عليها وقدرت تنجزين ان انت تسوين ثلاث اطفال اصحاء وام مثالية. الحمد لله نقلتيها عن طريق السوشيال ميديا. يعني وبعدين ما شاء الله انا اشوفك متفاعله بالسوشيال ميديا ومن البوستات التوعويه والماده الحلوه اللي تقدمينها حق المتابعين. كلميني شلون ما شاء الله قادره توفقين بين ان المهام الاوليه والاساسيه من اسره، شغلك، عيالك، وايضا بنفس الوقت انت قاعده تتابعين السوشيال ميديا مهمتها. شوف راح أقولك شغلة يمكن وايد ناس محتاجة تسمع هالشيء. أم مثالية، ماكو شيء اسمه أم مثالية، وماكو الأم مفهوم أو مثلا اللي تقولك إن أنا أداوم وعندي عيال ثانيين وعندي شغل وعندي رياضة وعندي سوشيال ميديا معناته أنا مو أنا مقصرة معاهم، أو أنا مفهوم إن أنا لازم أقعد أجاب عيالي 24 ساعة من الصبح لليل وأسوي لهم كل شيء من ألف للياء عشان أكون أنا أم مثالية. وايد احس ان في ناس تحط ضغط زياده على نفسها، حرام، شيء متعب. انا وايد اؤمن بان اذا كانت الام سعيده الاطفال راح يكونوا سعداء طبعا. وبالنسبه لي ان انا اقعد بالبيت واجابلهم ما اسوي ولا شيء ثاني بحياتي راح اكون انا ابدا سعيده. هذا دمار حقك انت، لان بعدين ما راح يصير عندك انت شيء تعطيهم اياه. بالضبط، ما راح يكون بالضبط. وبعدين حتى هم لما يكبروا راح يصيرون أبي أم، أبي نسخة أم أنا أقدر أطلع فيها وأقول هذه أمي تسوي وعندها إنجازات، شكلها حلو، منطقها حلو. لأن يعني ما ننسى الفيلمي ترى قاعدة البيت على 24 ساعة لها تأثير حتى على العقلية. شلون تتابعين الحياة برا؟ صح. طبعا إحنا ما عندنا شك إن في ناس طرفهم يجبرهم على شيء، ولكن احنا قاعد نتكلم عن الناس اللي هي طبيعية عندها فرصة للحياة وانها تكون حرة، وهي قاعد تختار ان هي تندفن بالبيت. بالضبط. هذا جدا صعب. بالضبط بالضبط. ووايد اقول هالشيء ان في ناس برا، احنا الحمد لله احنا محظوظين، الحمد لله ان عندنا نعمة، ان عندنا مساعدة، احنا عندنا ترابط اسري مجتمعنا بشكل عام جدا كبير. اليدات يتهاوشون منو يقعد مع متى يزورون عندي متى يزورون عندي. الحمد لله عندنا مجتمعنا وعندنا الإمكانية أن إحنا يكون عندنا مساعدة بالبيت، مربية تساعدنا تتعاوننا برا، ما عندهم هالخيار، مو موجود. لو بيدهم لو عندهم يعني أصلا أشوفهم وايد يجون هنا يقولون الله الراحة اللي هنا مو موجودة عندنا. فعندنا هالشيء، ليش ما يعني أنت قلتي شيء الحين وايد مهم، إنه نبيهم هم يشوفوننا كذي، خصوصا البنات، بناتي أبيهم يشوفون أمهم قاعدة تدرس وقاعدة تشتغل وقاعدة وتتحرك صحية، عشان أبيهم يقلدون هالشيء، أبيهم ينجزون هم هالأشياء. مو أنا والله أمي قاعدة جابلتنا وهي دائما كانت مكتئبة ومهتمة بنفسها، راح يصير فيهم نفس الشيء لما يكبرون. أو إن أهم ممكن تطلع نسخة ثانية اللي هي يبي يشوفوا روحهم راح يمشون، وأنت راح تحسين إن أنت خلصت شريط عمرك. صح. ما لك قيمة في المجتمع. صح. ما لك بصمة. صح. أنت لما تين طالعين نفسك ما راح تكونين فخورة فيها. أوكي، يعني حد الفخر والإنجاز عندك إني بثلاثة وربيتهم ونجحوا. صح. بعد صح انت شنو؟ صح، ما راح يكون. وبعدين احس ان حتى لا اراديا في وايد تسمعين ان مثلا اوكي صار كذي وهم راحوا وكبروا وطلعوا وتزوجوا ودرسوا، يصير انا احسسهم تاني بالضمير، ترى انا عشانكم انا ضحيت وانا سويت، ما خليتوني، تعالوا لا تخلوا، لا انا مستحيل احسسهم بهالشيء، روحوا شوفوا حياتكم، انا معلنة، انا عندي حياتي، حياتي موجوده. فصح هذا فرق وايد كبير، وايد مهم. طبعا. وابي اعرف شنو اكثر سؤال تسالينه بالسوشيال ميديا صراحة. سويتي تكميم أو لا؟ سويت تكميم أو لا؟ وايد وايد يسألوني هالشيء، سويتي تكميم؟ صدق؟ شلون؟ والله العظيم ما سويت، بالعكس تشوفون لي أحد طلعوا تعشوا معاي شوفوا شلون آكل معاكم، والله ما سويت تكميم. بس وايد أنسأل هالسؤال، سويتي تكميم؟ وايد أنسأل سؤال إن الأطفال طبيعيين، شنو صار؟
كلهم عندهم توقعات سلبية إن أكيد صار عليهم. بالضبط. وهم يعني عندهم مشاكل الحين، وعموري حبيبي عنده ضعف بالجهة اليسار بجسمه، وسوى عملية وعنده مشيته شوي صعبة، بس الحمد لله يقوم يمشي ويركض بروحه. أنا هذا كنت يعني طبعًا كان حلم. وهابي عنده تأخر شوي بالنطق بالكلام بالناحية الاجتماعية شوي، يعني عندنا شوي أشياء قاعد نشتغل عليها معاه. فلا طبعًا ما صار إن الله الحياة وردية، بس سؤال بس قولي لنا، هل هم عندهم إعاقة أو لا؟ صح، يعني وايد ناس تبي السؤال هذا، إن أسود أو أبيض، صح مو الجواب الطويل لا أشرح لكم أو كذي يعني هذا. لأن تدري ليش الناس صار ما فيها صبر؟ إن إيه تدرين إن أنت عشان إذا بتمشين في خط صحي، تغذية سليمة وصحية مع جدول تمارين يكون جزء من روتينك اليومي، هذا يبي له فترة زمنية عشان تحصلين النتيجة اللي تبينها. وهذا طبعا مو عند الكل، ما حد فيه صبر. صح. فأبي أسألك يعني عن الخطة اللي مشيتي عليها في إن أنت تطورين من نفسك، في إن أنت تطورين من شكلك عشان تحصلين هذه النظرة الحلوة واللوك الحلو. كان في البداية كلمنا عن الجانب النفسي، هل أنت مثلا رحت حق استشاريين نفسيين؟ هل جربت انك تقرين كتب او تتواصلين مع احد خارج الكويت من استشاريين، او ان تاخذين دورات تثقيفيه حق نفسك؟ الصراحه كل الاشياء هذه صارت، يعني اول شيء رحت شفت دكتوره نفسيه هنا لما شخصتني بالاكتئاب والصدمه ما بعد الولاده، الاضطراب ما بعد الصدمه. هني قالت لي ان انا اشوف ان انت محتاجه علاج دوائي، هو مو مجرد بس احنا نتكلم. اتفقت معها وفعلا بديت علاج، بس بنفس الوقت هم بديت العلاج الثيرابي خلينا نقول او الكلام. قريت وايد، قريت عن القلق، كل هذا كنت اكثر شيء اعاني منه بعد. شفت دورات، ان شاء الله ان شاء الله هذه الخطوه القادمه يعني وايد بدي اسوي هالشيء. هذا كان الاساس، وهذا كان خلينا نقول الخطوه الاولى لما انا بديت اعالج نفسي بالقراءه وبالوعي مع الادويه بنفس الوقت. وهذا الشيء هم من الاسئله هم اللي اسالها وايد، ان خذيت دواء حق الاكتئاب بس ما راح بس احنا عندنا مفهوم ان الدواء وايد غلط او لا ولا ثلاثه او لان تدرين انت عشان تتعالجين من حاله نفسيه ترى هي مو بس على الحبوب. اذا انت ما تشتغلين انت بحد ذاتك على نفسيتك واجواءك اللي تعلم من الليفل النفسي، ف يعني النتيجه ان انت ما راح تحتاج الحبوب، راح تقل المده الزمنيه. ففي ناس لا، يكون عندهم الوضع اتكالي، ابي اخذ هالحبه وانا ادرب بالضبط، ما راح ادل من نفسي، فبالنهاية راح تكون عندهم حالة إدمانية. صح. وبعدين حتى لو مثلا نشوف مريض السكر ينوصف له دواء الأنسولين وهذا الشيء محتاجه عشان يعدله، بس لو أنا أخذ دواء السكر وأقعد أكل حلاوة كاكاو 24 ساعة طول اليوم ما استفدت شيء. ومرات تصير إنه أوكي أنا وضعي، أنا ما راح أحتاج أخذ أنسولين لأن أنا قادر أسيطر هنا، إن أنا أتبع حياة صحية وأكل صح وأكل عدل أخلي السكر أوكي. مرات نوصل مرحلة إن هذا مو كافي، أنا محتاجة شيء ثاني يساعدني. صح. بس مع بعض ما راح أقدر أقعد آخذ الأنسولين وأقعد أسوي اللي أنا يعني. صح، أتفق. بس هذا من أكثر الأشياء، وهذه كانت بالنسبة لي هذه الخطوة الأولى اللي نفسيا صرت أقوى، عدلت نفسيتي، عدلت نظرتي خلينا نقول، أو من كنت اليأس اللي أنا كنت فيه أو الاكتئاب، وأنا الحياة ما راح تتغير ما راح تتعدل، لأن لا صار عندي أمل إنه لا اليوم صار أفضل من أمس، اليوم هم أقوى من أمس، اليوم أنا تقريبا يعني خلاص صار، وإن أنا رح أرجع أداوم مرة ثانية، رح أرجع حق حياتي، أرجع حق حياتي. مي اللي كنت قادرة إن أنا أتخذ قرار إنه أوكي الحين رح أشوف أنا موضوع السمنة والوزن اللي أنا زدته وشلون رح أعالج هالموضوع، بس ما كنت أقدر أوصل هنا لو أنا ما كنت بسوي هالشيء قبل. بالضبط. وهذه كانت الخطوة الثانية عقبها. أوكي، الحين إذا نتكلم عن العناية في الجسم والعناية في التغذية، أبي أعرف الخطوات اللي سويتيها، المدة الزمنية، وشنو الإجراءات اللي سويتيها. الحين أنا ساعدني وايد أنا كان بفترة كورونا، كنا قاعدين بالبيت، معنا وايد ناس في كورونا امتنوا. أنا بالعكس خذيت أنا قاعدين ما ورانا شيء، يعني كان ماكو يا ان انا اسوي كذي يا ان كنت راح اكون يعني خلاص بالضبط. فكانت وايد تغير الخطه، تغيرت الاهداف وايد تغيرت. بس اول ما بديت ان سمعت وقالوا لي عن دكتور تغذيه واونلاين كان قاعد يسوي، وكانت الخطه ان اوكي انا كنت فاهمه او كان مفهوم شويه مختلف انك لازم ان انا اسوي رجيم
ورجيم احنا نعرفه ان احنا لازم شيء مش دجاج او سمك حرمان وسلطه وبس خلاص وكارها نفسك فبديت كذي وراح اقول بكل صراحه ان هذا كان كنت لازم اخذ هذه الخطوه الاولى عشان تغيرين برمجه عقلك بالضبط بالضبط وكانت اول فتره الهدف اسبوعي ان انا اوكي كل احد انا لازم كنت احط اوقف على الميزان اصور الميزان وكنت لازم احط تليفوني او ايباد مع تاريخ اليوم عشان الدكتور يشوف انا مو قاعد اشذب عليه انا ترى اليوم كهذا وزني عشان اشوف فرق اسبوعي فكان اول فتره كان الموضوع بس من اسبوع لاسبوع ان انا ايش كثر بعدين صار ان انا ابي اكسر رقم 90 بعدين ابي اكسر 80 بالبدايه كنت اقول الله اذا انا وصلت 70 75 الحكومه مستانسه وصلت قلت لا 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 بس انا بعد 60 ابي اكسر 60 فصارت هذه الهدف كل شوي يعني كل هذا يتغير الموضوع كله اخذ تقريبا سنه ما شاء الله بس الـ 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 الطريقه تغيرت يعني انا قبل لا اصير ام حتى وقبل لا اتزوج قبل هذا كله عمري ما كنت رياضيه الرياضه بعملها يعني عمرها ما لعبت دور بحياتي نهائيا ولا نادي ولا شيء بس لما نزلت او بديت مثلا خلينا نقول اول 10 15 كيلو حسيت نفسي اخف الله ودي زين ليش ما ورانا شيء كورونا قاعدين بالبيت إيه. هذا كانت الفكره اول شيء وهما اشتركت اونلاين وشعور انا وايد عندي التحدي عندي وايد عالي اجمال بشكل عام فاول كلاس لما شغلتها اونلاين وانا بالبيت امبي كانت تقول لنا ثلاث طرق الطريقه السهله والصعبه اطبق الطريقه السهله ولا تقدر عليه ما اقدر اكمل وما انسى اول يوم ثاني يوم اقعد اقول لها مستحيل مستحيل بس خلاص التحدي والعناد والاصرار ان انا اشتركت شهر انا بكمل الشهر بعدين يصير خير هني حتى موضوع الاكل والرجيم ونظرتي حق هالموضوع تغيرت قبل الشهر صار الموضوع انا لا موضوع الحرمان هذا لازم يوقف زاد الهاجس عندك في موضوع الرياضي وايد وهني صار ان التطور اللي انا شفته بعدين الشهر الثاني بديت انا اطبقها بالطريقه الليفل الثاني مو الاسهل بعدين قلت اكمل التمرين كله ما اوقف بعدين قلت الاوزان اشوف ان انا قاعد اصعد شوي بالاوزان لان تغيرت نظرتك حق نفسك حسيتي بالانجاز اللي انت قاعد تسوينه وقاعد تلمسين الفرق سواء بالجسم بالوزن وحتى في مستوى الاداء بالضبط كل شيء وشعور الانجاز اللي اول مره تغيرت الفكره عندي انا كان قبل ان رياضه نفس واجب لازم بعدين صار الله وناسه متعه مو واجب يعني هذا هم التغيير كان حلو موضوع ان انا خلاص الحين رجيم عشان انا اوصل حق الهدف موضوع الحرمان هذا وقف وصار موضوع ان انا لازم اغير طريقه اكلي كلها ان ماكو شيء ممنوع خلينا نقول كل شيء لازم ادخله لازم عشان تصير حياه طبيعيه ولكن في بالضبط بالضبط صار موضوع لايف ستايل صار موضوع مو ان انا راح انا مسوي رجيم عشان اوصل حق هذا الوزن صار ان انا هذه حياتي فانا لما يصير ان انا بطلع راح اتعشى او زواره او وجبه ما راح احرم نفسي بس هذه راح تكون مره يوم بس نرجع حق الحياه بعدين الصحيه اللي كل شيء فيها فهذا وايد تغير خلال الفتره هذه السنه يعني المشوار مال السنه هذا خلينا نقول أنا وايد سعيدة في لقائي وياك شنوف وكان لقاء جدا جميل وحبيته مثل ما حبيتي الأشياء اللي أنت مرتي فيها حبيبتي مشكورة حبيبتي. والله أنا يعني أسعدتني وايد تشرفت وايد يعني صراحة استمتعت بالحوار وأنا أكثر وأنا أكثر استمتعنا معاكم مع نوف المعود بحلقتنا من لامودا ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة.